السلام عليكم، عادل المتفجير جات لكم بحلقة جديدة من آرت ماينرز. زي ما انتم شايفين حدثنا السيفر على 1.11 وحاليا انا في الاند علشان اذبح اللي هو شولكر هذاك اللي طلع لي. اتوقع انكم شفتوا التحديث الجديد اللي هو الجست هذاك الغريب، اذا كسرته ما يطيح لك اغراض بحيث انك تاخذ من تاخذ تروح تجول في العالم تروح تدور، واذا كسرت الجست هذا ما يطيح منك ولا شيء، فاقرأ ام الفلة. فأنا صورت قبل شوي وجربت شفت الصوت مرة تعبان، فقلت خلنا نصور مرة ثانية، فجبت هنا ستة اللي هو الشولكر هذا. وطبعا نقدر حنا نسوي ثلاث تشستات، يعني ستة قسمها في اثنين راح يطلع لك ثلاثة. فجبت هنا بعد الترا زيادة مع الالترا حقتي، وهنا بعد في الترا. فحللت القلعة هذه، حللت أمها، فراح أروح قلعة ثانية. بس قبلها بعلمكم طريقة كيف تجيبون الترا. في ناس بصعوبة يجيبونه ما ادري ليش، فانا من رأيي اشوفه من اسهل الاشياء اللي تجيبها، والله صدق من اسهل الاشياء اللي تجيبها. بس لكن الالترا هذه لازم تتدرب عليها، النبطة هذه اللي تنبط نفسك وتطير هذه لازم تتدرب عليها. في العالم العادي تروح كريتيف تتدرب، تجي هنا تتدرب، بحيث انك لازم تتدرب كيف تطير من تحت لفوق. فبالطريقة هذه بكل اختصار، انا طبعا خلونا نفتح بس الاحداثيات. الاحداثيات هذه انا خليتها بالسائل، الحين هو موجب وسالب، انا خليته كله الموجب الفوق ال 20,000، يعني بالالترا هذه طرت ب 20,000 بعيد مره بعيد. فالطريقه تنط كذا، تحاول تنبط نفسك كذا زي ما تشوفون طرت مره عالي. فانا راح اخلي اللي هو ما راح اخلي الزد ينقص، فبخليه يزيد، لان الزد اذا نقصته انا مكتشف الجهات اللي هناك، فبروح جهه غريبه من عندي. فيبخلونا اوريكم كيف الحين تطير كذا وتحلق وتحلق. ايوه زي ما تشوفون لقيت على طول قلعه ثانيه بجنب. اوه يا عيال، ها هي ايش هذا؟ اوه لقينا البوابه. طب التحديث الجديد وزع البوابات هذه اللي تدخل فيها الاندربيل وترجع للعالم اتوقع العادي او اللي فيها الاند. والله كفو، شوف لقيته جنب الشيء الجميل القلعه الثانيه هذيك، والله كويس. فبروح اذبح هذا الشولكر عشان يطلع لي، ان شاء الله انه يطلع لي هذاك اللي سويبه بالتشيست. اوكي انقلع انقلع يا حيوان حيوان، كسرتها مت يا رجل. طلع لي كفو، طلع لي واحده. والله انا جربته في الكريتيف وما طلع لي كثير، ما ادري ليش. هنا جربته وقسمه صار يطلع لي، ما ادري ليش، اتوقع انه غيروا التحديث ولا ظبطوه كذا. اوكي ننزل هذه. لا خلونا. القلعه هذيك ما اخذت الراس، راس التنين ما اخذته يا رجل، اسحب انا عندي فوق اللي هو 10 رؤوس، مو بلازم اجيب راس زياده. اوكي طر كذا. اوكي الحين راح ندخل القلعه هذه، والله كفو ان في هذيك. اتوقع ان هذا الحين خلاص على طول ارجع للنص حقنا، فكفو والله. فاوكي هذاك شولكر بروح اذبح عشان يطلع لي الايتم حقه. اخ والله صوتي يقر حيوان. ايوه اذبح هذا اذبح هذا اذبح هذا. اتوقع انها اسمها قلعه اللي ضافوها في التحديث الجديد اللي تلقاه في الدارك وود هذيك، وقسم بالله يبغى له نروح لها انا والعيال. ما ادري اذا كان في وقت ان نروح لها راح اصورها معكم وراح اوريكم اياها. فيب خلونا نروح ندر عمل عليهم. اوكي طلع لي حقته يا حيوان، اتركني خيشين ام ممكن. لا تسكني لا تسكني. ايوه منزل يا رجل. ايوه جيب هذه عندي الحين كفو، ثلاث حبات مع اللي في الجست. هنا في الصندوق غريب ما في الصندوق. لا 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 تقولها، ما عندي ايرو، لا تقولها. ايه انا خلصت. كنت استخدم اللي هو اوكي اوكي. لا 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 يرحم امك، لا انا ما ابي الاندرمان ذا. بس هذا شفيكم تطقون، شفيكم تطقون، شفيكم تطقون. اوكي طلع لهذا اوكي هذا حقته. شمهم ذا، اخر عني يا رجل. اتوقع راح اروح القلعه هذه، انا نسيت طلقت ليرو بالغلط حقتي. يلا تجمع على ايش ذي الحركه. امك ارحم امك ارحم امك ارحم امك ويرحم والدي والديك. انقلع يرحم امك انقلع. والله بغيت اموت، والله بغيت اموت، والله انا قاعد لكينا لين هل دائما ادو هورس ارمر. كفو عندي واحد، عندي بعد ايرون، عندي هنا ايرون. اتوقع اني برجع لان ما عندي يورو. والله اتوقع هنا في يورو، والله ما في يورو. طب نزل الشولكر حقتي. اوكي الحين عندي 12، فاقدر الحين اسوي 6 من الصناديق الغريبه هذيك. كفو يا اخي ذي الصناديق ذي افضل ما فيها، اذا جيت تسوي تشيست يعني مثلا هذه تحط تشيست حق كوبستون، التشيست هذا اللي فيه كوبستون تحت نفس هذا التشيستات الغريبه، يعني راح يكون يوفر لك تشيستات اقل وراح يكون فيه موارد كثيره.
يعني شوفوا الفرق اللي مره شاسع. فهذه والله يا الله يا الله يرحم امكم. اخيرا خلصنا. بحاول اشوف هنا ايرو طاحت مني فاخذها. انا عندي انفينيتي بس كنت استخدم اللي هو العادي هذاك لان ما كان عندي ايرو. اتوقع اني راح ارجع للعالم العادي. اتوقع اني راح ارجع للعالم العادي واجيب ايروز من عندي. فوالله هذه ايرو اف 3 بي. بحاول اني ادور ايرو. بقطع التصوير وبشوف اذا ما لقيت هنا راح ارجع للعالم العادي واجيب ايرو. اوكي عيال ما ادري ليش انا رحت اللي هو السفينه الثانيه اللي هناك ورجعت واختفت هذه اللي فوق اللي تودين العالم اللي فيه التنين. يا الله الحين كيف برجع؟ طيب والله شكلي بأذبح نفسي و... والله مستعان والله شكلها كذا. والله والله ما في شيء يسويه، ما في الا اذبح نفسي. هذا الشيء اللي فايب اتوقع راح احط الاندر تشيست زي كذا اطلع الاشياء اللي فيه. طبعا جبت زياده 5 يعني الحين حاليا مع 17 فنجذب كذا الاشياء اللي ما لها داعي نذبها. الله يقلع خرش امي. دعسته نزل راسنا عشان ما حد يجيني كذا ونضبط وضعنا. خلاص وانتهينا رحلتنا. طيب بروح ارجع لكم العالم العادي فخلونا نروح كذا بنفسي اموت. ها اصبر في شيء كذا ولا شيء؟ اقول خلاص يا رجال ما عندي شيء. يلا جود باي ومترا. خلنا نروح نرجع نشوف اغراضنا. اوكي رجعت لكم ضبطت اغراضي حطيت اللي هو الاشياء في كل شيء في صناديقه. فخلونا اوريكم كم الترا. طبعا هذه الالترا كلها اللي معي. هذه الطريق اللي وريتكم اياها في اللي هي اللي كنت في الاند اللي اضرب نفسي بالبو واطير. هذه جبت كل شيء منها. تخيلوا شوفوا كم واحد يعني 6 هنا 6 مع هذه 12 13 14 15 مع 11 راس ومعي الترا هنا وجبت هذه اللي هو الشالكر. فا اوكي خلونا اوريكم كيف تسوون اللي هو الصناديق اللي بالشالكر. اوكي الطريقة جيب تشيست وجيب الشالكر اللي انت جبته في الاند وتحطه فوق كذا فوق بعض وتجيب هذا تحط بينهم في النص ويطلع لك اللي هو بربل شالكر بوكس. فناخذه عندي الحين كفو عندي كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 عندي 8 ونحط هذا الشيء له. طريقة اللي كيف تلونها انا اتوقع انك تجيب لون. فخلوني اجيب لون اوكي كذا لا كذا كذا يعني حبه واحده صح؟ اوكي كفو نجيب واحده نجيب بعد نسويها بالبينك. فيب اتوقع هذا كل شيء. ف بشوف تكمله الحلقه وراح ارجع لكم. بشوف التكمله وراح ارجع لكم. اوكي التكمله راح تكون اللي هو البحث عن القصر حق وولد لاند اللي هو نزل مع التحديث الجديد. راح يطلع لكم الصوره هذه. فالطريقه كيف تروح له؟ راح يطلع لك في التحديث الجديد قرر يبيع لك الخريطه. فانا وذياب وعبادي وسعد فقررنا ان نروح ولقينا قروي في منطقتي في الفارم حقتي لقينا واحد يبيع اللي هو الخريطه. فخليكم مع المقطع وتشوفون كيف لقينا الخريطه وكيف رحنا لها اللي هو الولد لاند. فبترككم مع المقطع يلا. اوكي طبعا لقيت اللي هو الفيلجر هذاك اللي تشتري منه الخريطه لقيته مع اشته الصغير الناط. لقيته مع الفليجر هذا حقيني اللي هنا ما ادري كيف طلع كبير. غريب والله طلع كبير. اوه بزاري كبير يمكن ما ادري يمكن كان صغير شوف لما كبر طاير طلعت تطويره جديده ذي ما ادري صح ليه. صح يمكن كنا كان صغير وبعدين كبر عاد على التحديث الجديد. طيب الحين طلع خريطه لا اشتريت منه توش وبرك ايه لا لا خله 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 خليه عليه خليه عليه الحين راح اعطيه بوصله بعدين راح اشتري منه بعدين ننتظر شويتين راح يفتح لنا ايوه خليه يعلق لا لا خله بس ايوه شوف لو طلعنا الحين صار يبيع لنا اللي هو الميني ماب العاديه اعطيه 10 ايمرولد وراح اشتري منه بص شوف جالس خله على بال ما يفك كذا راح يدخل شوف اوكي خليه يفك يظل بزارين ثانيين يطلعون نفس ابوهم طيب وين بزارين؟ اي طلع طلع الماب بين اصبر بعد بعد خلينا نشتريها بعد نشوف هي الماب الثاني اللي لونها اسود اللي مكتوب عليه وود لاند فنعطيه مثل ما انتم ملاحظين 18 ايمرولد ونعطيه بوصله وناخذ منها الخريطه وكذا. يلا يا عيال مع السلامه.
اوكي هذه الخريطة. ايه هنا البيضة هذه، البيضة هذا احنا، هذا ايه؟ مكاننا الاساسي، وهذيك مكانه، بس كيف نظامها؟ لازم بوصلة ولازم قروشة. ايه؟ تقريبا الشخص الوحيد يعرف له اللي هو سعد، تبي يشرح لنا النظام كيف؟ يلا نبدأ. يلا واحد يلا ثلاثة. اوكي طبعا الحين وصلنا للخطة او الخريطة. طبعا الحين راح نوصف المكان اللي هو ايش يسمونه؟ ايه الخير، ايش اسمه؟ الودلاند. اسمع يا عيال، ايه ودلاند، ايه ودلاند، قولوا لي ايه ودلاند. طيب الحين شرع الودلاند، يبغى لنا نروح الى نورث وويست. خلينا نشوف نورث ويست. يب عشان انه احنا ان هنا طبعا زي ما تشوف النقطه البيضه، فنبغى نروح الى نورث ويست. فبهذه الطريقه تكون خلينا نحلقها في ذا. فيا عيال احنا ان في الزاويه هذه على اليسار، فهمت كيف الزاويه هذه؟ ايوه. ان الحين بنروح هناك، فاول شيء نمسك النورث هذا، نمشي فوق يعني نمشي سيده خلاص. الحين نحطه في 3 وندور النورث. النورث هذا من على الاتجاه هذا، اتجاه كذا. ايه هذا هذاك الاتجاه. ايه والإيه يعني والويست. نمشي مع ناخذ خريطه، نمشي مع ذاك الاتجاه لين النقطه تصير جنب الجنب خلاص. نورث وش الثاني قلت لي انت؟ ويست ولا ايست؟ لا لا، نورث 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 وايست. ايست ايست يعني كذا على ورا بيتك. لا لا نورث، ايه نورث ايست يعني ورا بيتك. لا 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 اسمع 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 ذياب، اسمع خليني اقول لك. الحين اول شيء امسك النورث، خذ خريطة امسك النورث، امش لاخر شيء بعدين بتلقى النقطه جنب النورث كذا. النورث كذا، النورث كذا الحين. اي نورث كذا، انت دز وبتلقى جنب اذا وصلت بتلقى جنبك الدنجن. بعدين امسك الايست خلاص كذا، لف وامسك الايست. فهمت. يعني اول شيء امسك النورث، بعدين اذا وصلته امسك الايست، يعني كذا سيده يمين. اوكي هذه الطريقه. خلنا نتاكد بس اشوف نورث بين النقطه وايست. وإيست بالضبط. اوكي ايه وإيست خلاص خذها. أوكي. يلا خطتنا يا ذياب قلها. طيب الخطه وشو؟ خطه انه راح نطير انا وجاست، ويبقى عاد عبادي وسعد هنا في السبون. بعد طرنا حنا راح نعطيهم الاحداثيات، هم ياخذون الاحداثيات يقسمونها على 8 ويسوون بوابه في النذر ويجون. فاهمين كيف؟ تنقص الوقت وكل شيء. اوكي ايوه، عشان طق طقيتنا طقيتنا توهم يعني يتوهم دول عصافير صغيرين من بعد ما يعرفون يطيرون. طريت هنا ترى طريت. لا انت 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 انت, انت غراب بعد هنا. هذا عصفور. عصفور انا غراب. لا تو فرخ يا ذياب تو فرخ. انا 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 صقل صقل. سعد 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 انا غراب، انا غراب. يلا 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 سلام. طيب يلا اشوفكم على خير، تصلون بالسلامة. يلا سلام عليكم. اسمع اسمع قبل ما نسافر كذا، جهزوا الاوبسيدي وانتم جهزوا الوضع وكذا يعني. اوكي اوكي يلا مع السلامة. يلا تشتري الداعية دي. شوف شوف الطيارات، شوف الطيارات تعلم يا العصافير. يلا يلا خلينا نشوف الاقلاع حق. اصبر اصبر جاست 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 اصبر، انا ابي اصلح الاشياء اللي عندي، ابي اصلح البوابة. لا معليش معليش، انا انا بصور الاقلاع حقكم يا طيور النور. ونظبط ونروح. ايه لانه البو عندي دربلتي حقته بقيله 100، فبنحاول انه اصلحهم وبعدها عاد نطير. سوف نقلع. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انا بسجل الاقلاع يا اخوي. يا رجال جيكم تخوف انت. طعن. قل ما اعرف اطير. قل يلا ها ها ها. يلا مع السلامة. هلا هلا. تم الطيران بنجاح. يلا شوفك على خير. اخيرا لقيته عيال. ياب شوف تحملت تحملت انت؟ ايه هذا اللي لقيته. واو والله شوف الاحداثيات 8500. اوكي ورجعنا لكم، وجاء عبادي وجاء ساس والبواب وضبط الوضع وكل شيء. ترى هذا اليوم الثاني يعني من اللي هو شغله هنا. فيا يلا يلا ندخل دهب. بسم الله يلا 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 اما الغزو. انا والله ضغط طلعت فوق على طول. بسم الله خلنا نغزو. يجست اوح ما في شيء. نزلت فوق على طول الا زرع. يا عيال ترى انتبهوا، ترى في تستخدم خفية. ها اوه هنا البوكشيل، فصلت البوكشيل. فانا وصلتوها عبادي. خلنا نطلع فوق، قاعدين هنا مدري ليش. اوه في ناس هنا بعد، هنا في ناس. انا بروح اطلع فوق والله ما ادري، بروح ادرع مع المدير حقهم يا رجال. المدير الكفيل خلنا ندرعم له. درعم عليه. المشكلة اني ملقلق على خفيف فيكون الطق يطول. حبتين امرل صح؟ يب انا الحين عندي 6 حبات يا مغول. صح انا عندي 9 حبات. المدير المدير حقهم كفيلهم. اوه طلعي طلعي جايك 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 افزع لك. مدير والله يا عيال طلع لي التمثال. وحسيت هذا ذياب والله يا عيال يعطيك دمج مو طبيعي.
ايش خلاني اطق الاندرمان انا اطقه اوكي والله 14 ايمرالد يا سلام بس تكون عيال بالله حاولوا انه هذا مدير هذا المدير لقيته انا برضو كنا انا نفس الشيء بس اللي ذاك اليوم حصلناه ما ادري اذا في حد من العيال مسويها يعني ما ادري ما اتوقع في حد من العيال مسويها سالنا العيال كلهم من السكن اللي قاعد يكسر انا بكسر كسرت ام المكان انه والله ما ادري ايش سويت يعني انت وين بطلة لا يفجر ال هاك السجاجة ذي مو بطلة يا اخي العمدة حقهم ذا ما حصلته انا حصلت واحد ودعسته اعطاك ذيك ايه البوس انا انا معي ثلاثة تصدقون عاد لقيت تشست لقيت فيه اوه المكتبة الكبيرة ام عاد والله العظيم والله يا ابوي مرة خرافية الصدق والله المكتبة اكبر شيء هاي هاي شوف شوف بعدين يشوفونا انا بجمع لكن بعدين اي بعدين بتروح عليك فيها عندك عبادي وعندك جست وش اللي بعدين لا انا ما انا مشكله معي ما معي اكس التاتش فهمت علي عادي يا عمي كسرها خذ لك كتب يا ودي دخل من الكزازه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شلونكم ايش اخباركم السلام عليكم والله كبيره والله متى لقيت جست في بيتروت شو اسمه بيتروت شو اسمه ذي بيتروت حق البيتروت ذيك السيد طيب في احد يفترض انه يكون في جست صندوق فوق في احد شافه اخذ شفته ما في شيء قاعد جدك اي والله اللي في المكتبه اللي في المكتبه لا اللي فوق يعني تقريبا الفائده منه تدري وش هو بانه نحاول بس نحصل اذا نشوف اذا في لها فارم نشتغل على الفارم بس يب يب. ما فيها والله ما فيها صندوق ممكن عاد خلينا نشيك عليها نشوف يا عمي كل شيء سووا له فارم اتوقع ان النظام نفس النظام اللي هو ال ليش نفس نظام الساحره شفتني يا عبادي نظف المكان ونسوي له فارم انهم يرسبنون يطيحون تحت ويموتون ما اتوقع انها كذا بتكون اظن مسويين الساكات من هذا الايمرولد لا وين هذا مشكلة ما شفت رسبه كثير ما في رسبه كثير يعني يب يب هذا كنت بقول يا اخي رسماته مره ضعيفه العمده يرسم مره ثانيه ولا بس واحد خلاص ما ادري رسمه لا لا العمده في ثلاثه شلتهم انا في شلتهم انا ثلاثه العمده ترى ها كم واحد في بوكسل ثانيه هنا ذاك الشيء اللي طيحه ايه طيحه ذيك قلت صندوق فوق التمثال صح التمثال ها ايه ذاك اللي لما تموت يحميك ومدري ايش وكذا ومدري يعطيك حياه ما شفته لا ايه هذا عندي ثلاثه منه تصدق وين خلنا بشوفه خلنا بريها اللي عندي واحدة ها ذياب ها ايش اسمه ايش اسمه طبعا هذه شكله طبعا انا شوف انا بصراحه ما ادري ايش فائدتها تقدر تشرح صعب تجيبها بدون فارم اذا كنت تسوي تقدر تسوي فيها لا فارم ممكن تجي لا فارم اكيد وانت برضه نفس الوقت يمكن تقريبا هذه فائدتها الوحيده يعني ما اشوف لها فائده ثانيه صراحه انا اظن خلصنا هذه صح؟ خلصناها احنا كذا خلاص اوكي خلاص غرفه الجثات وش فيها؟ ما في غرفة الجستات ما فيها شيء وتوقع انه فيها جست لما تفتح يفجر فيك اتوقع ما ادري هو هنا ولا لا او في مكان ثاني لقيت الميلون بصراحة تختلف تذكر اذا ذيك اللي رحنا كرياتيف ذيك قبل ايه لا هو عن كل واحد والثاني تختلف لان شفت مقاطع لها وكذا في ناس تلاقي في عندهم غرفة فيها مثلا سابلين كانها مزرعة وغرفة مدري انا حاليا ما حصلت الا غرفة البومكن والميلون بس هذا الشيء اللي حصلناه مهم يعني تقي خلاص ما في شيء والله يا ذئب ما في شيء طلعت انا تا... شوف 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 انا اقول لك 90% ختمت يا ب 90% بس رغم انه الفائده منها لو نسوي لها فارم كان خلاص بيكون شيء مره خرافي يبين نشوف لها صفحات وكذا يا اخي رزبنت خلاص بنت المبز انا بطلع بعد انا ثواني بس خليني اطير الزون اوكي رجعنا لكم في منطقتنا رجعنا من القصر هذاك اللي مع الشباب الاشياء اللي حصلت في القصر الكتب زي انتم شايفين جبت 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبع ستاكات سبع ستاكات كتب هذه تقريبا إذا سويت راح يطلع لي يطلع لي نص ستاك أو نص ستاك كذا إلى ستاك اللي هو البوك شيلف والشيء اللي من جد متحمس له اللي هو وين وينه اللي وينه وين عيال إيه إيه وهذا هذا القارورة هذه إذا أنا مت بحطها في يدي كذا الثانية وإذا أنا مت راح يرجعني للحياة مرة ثانية في نفس المكان ما راح يرجعني لسريري راح يرجعني في نفس المكان وكأني يعني ما مت فشيء هذا خرافي هذا الشيء اللي عجبني في التحديث هذا وبس هذا أتوقع الأشياء المهمة في القصر اللي جبته فيب أتوقع هنا خلاص خلصنا حلقتنا اليوم إن شاء الله أن تنال على إعجابكم ورضاكم وبس لا تنسى اللايك مفضل اشتراك كان معكم جيست أو أم جيف جي السلام عليكم.